الشباب هم المستقبل. الشباب سواء كانوا ولاد أو بنات ليهم أحلام وطموحات نفسهم يحققوها، لكن أكيد يومياً بيواجهوا إحباطات ومشاكل وتحديات لازم يعدوا بيها، إما بتأثر عليهم بشكل سلبي ويستسلموا أو بتأثر عليهم بشكل إيجابي وبتغير مسار حياتهم بشكل عام. يا ترى طموحاتهم دي ليها تخطيط؟ يا ترى المستقبل بيخططوا له كويس؟ يا ترى التخطيط بشكل عام ليه دور في التعامل مع الإحباطات؟ تعالوا نشوف الشباب دلوقتي، نشوف آرائهم وإزاي بيتعاملوا مع الإحباطات، وهل بيتمسكوا بطموحهم ولا لأ؟ يلا بينا. قول لي إيه هو الطموح بالنسبة لك أو إيه هو الحلم بالنسبة لك؟ الحلم بالنسبة لي إن حاجة بحلم بيها من أنا صغير جدا ونفسي تتحقق، يعني هي اهم حاجه في حياتي دلوقتي. حلمي ان اظبط جسمي ان شاء الله وادخل ضابط شرطه بعد ثانويه عامه. انا لسه ما حددتش، بس انا يعني انا دلوقتي ثانويه عامه، فانا مثلا قدامي سياسه واقتصاد، ألسن، فنون جميله، دول ثلاثه يعني مش هيفرق معايا، انا بحب كله. نفسي ابقى مهندس. انا فعلا دلوقتي في كليه هندسه عين شمس، بس بطمح شويه ان انا احسن من نفسي شويه، عشان دلوقتي المجتمع بقى فكرة الدخل وكده حاجة مهمة. يعني مرشدة سياحية. هو أصلا يعني أنا كنت بسعى الأول للتمثيل وكده، بحب التمثيل جدا جدا، بس يعني شوية إحباطات كده وشوية حاجات، بس أنا بحاول برضه أكمل في الجهتين. والله نفسي أخلص الأول ثانوية عامة، بعد كده نبقى نشوف الدنيا هتبقى معانا إزاي في الجامعة والدنيا اللي بعد الجامعة والتمام. يعني بفكر أدخل شرطة مثلا أو فنون جميلة، وبيحاولوا ينموا القدرة بتاعتي. أنت دلوقتي بتخططي للي أنت عايزة توصلي له ولا سايباها بقى خطوه بخطوه زي ما تيجي؟ لا بخطط، ببدا مثلا على السوشيال ميديا، بعد كده مثلا يعني انا لما بدات على السوشيال ميديا دي بدات الخطوه ان انا مثلا اقدم محتوى كويس فيبقى عندي فولورز كتير فتشهر، فده هيوصلني للتلفزيون بطريقه اسرع. لو انا فضلت امشي خطوه خطوه وما عنديش لسه نقطه اوصل ليها، اكيد ده مش هيساعدني ان اوصل لها، بس احنا بناخد خطوه خطوه عشان ما نتكعبلش واحنا ماشيين. لا خطوه خطوه على حسب الظروف، مش بخطط دايما يعني، الا هو حاجه مثلا انا يعني مش بخطط على طول، هو بتيجي كده. النسبه بتاعتي انا اشوف اجيب كام الاول. نسبه ثانويه عامه هي اللي هتحدد. طب لو ما جبتيش بقى اللي انت عايزاه تعملي ايه؟ ان شاء الله نجيب، انا عامله حسابي ان انا هجيب ان شاء الله. انا بكون حاطه كذا خطه عشان لو كده، وبحاول يعني اتعدى على قد ما اقدر، بس هي بتبقى صعبه، بس يعني هتعدي كده.